بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين والدارسين للغة الإنجليزية ومن يحب أن يتعلم اللغة الإنجليزية، أهلا بكم جميعا. النهاردة إن شاء الله سوف نستكمل وإياكم ما بدأناه عن الحديث عن الأزمنة. وفي الحلقة السابقة تكلمنا عن Present Tense، زمن المضارع، واللي فاتت الحلقة ممكن يضغط على الرابط اللي هيظهر فوق أعلى هنا وإن شاء الله يشوف الحلقة كاملة. النهاردة هنستكمل وإياكم الحديث عن Past Tense. النهاردة نتكلم عن Past Tense اللي هو زمن الماضي، وزي ما تعرفنا في المضارع يندرج تحتيه أربع أزمنة، أيضا Past Tense يندرج تحتيه أربع أزمنة زي ما نشوف مع بعض. يلا، زي ما احنا شايفين في الصورة اللي أمامنا دلوقتي عندنا Past Tense أهو، زمن الماضي، في أربع أزمنة هنتكلم عنهم in brief، يعني مش هنفصل كتير ومش هنحكي كتير يعني عشان ما نطولش عليكم. أول حاجة هنتكلم عن Past Simple اللي هو الماضي البسيط، وهنتكلم عن Past Perfect الماضي التام، وهنتكلم عن Past Continuous اللي هو الماضي المستمر، وآخر حاجة نتكلم عن Past Perfect Continuous اللي هو الماضي المستمر التام. دي إن شاء الله اللي احنا نتكلم عنهم، وهكون في حلقات أخرى إن شاء الله هنتكلم in details، يعني بالتفاصيل المملة عن كل زمن من هذه الأزمنة، ولكن دي لمحة سريعة عن هذه الأزمنة. يلا مع بعض كده نشوف إيه كل زمن من الأزمنة دي. هنتكلم عن مجموعة حاجات، هنتكلم عن the use، الاستخدام، بنستخدمه إمتى، وبعد كده هنتكلم عن structure، التركيبة، وبعد كده هناخد examples عشان نأكد هذه الحقائق عن هذا الزمن. يلا بينا نبدأ مع بعض ونشوف أول إيه زمن. أول حاجة زي ما احنا شايفين حضراتكم Past Simple، ومن الاسم ومن العنوان بتاعه نلاقيه إن هو Simple يعني بسيط. يبقى الباست سيمبل بيتكون من ايه؟ خلي بالكم الماضي البسيط دايما بيبعد عن اي تعقيدات من تركيبات الافعال، يعني عمليه التركيب فعل مساعد وغير فعل مساعد والكلام ده والفعل الناقص ده كل مش موجود في الباست سيمبل اللي هو الماضي البسيط او المضارع البسيط. يا ترى الماضي البسيط ده احنا بنستخدمه في ايه؟ يعني ايه الحدث او ايه الاستخدام بتاعه بيكون شكله ايه؟ بيقول لي هنا this tense، هذا الزمن، is used to describe، بنستخدم هذا الزمن لوصف ايه؟ an action، اي حدث، that has already happened، يعني تم بالفعل وانتهى. يعني عشان تعبر عن حاجة حدثت وانتهت بالفعل بنستخدم هذا الزمن اللي هو الباست سيمبل. طب بيتركب ايه؟ سهلة جدا، بيتركب كالآتي اهو، subject، هنبدأ بالفعل، وزي ما اتفقنا اكتر من مرة السبجكت ده بيبقى يا اسم يا ضمير في الجملة الخبرية المنتهية بفولوس بوم. وبعد كده عندنا الفيرب in the past form، زي ما اتكلمنا قبل كده قلنا احنا الفعل بيمر بثلاث تصريفات، احنا بنسميه التصريف الاول present، التصريف الثاني past، التصريف الثالث بنسميه past participle. لا، احنا بناخد التصريف اللي في الوسط اللي هو الثاني اللي احنا بنسميه past. طيب ناخد كده بعد ايه امثله على هذا الزمن. I walked to work today. I walked to work today. طبعا الفعل بيتحول الى ماضي باكثر من طريقه، وعرضت الكلام ده وشرحته قبل كده في فيديوهات وهشرحه ان شاء الله بالتفصيل اكثر، ان احنا بنجيب الماضي من الفعل باضافه اي او دي او بيتغير خالص، ده المطلوب مننا ان احنا نحفظه زي ما نشوف دلوقتي. هنا I walked to work today، يعني أنا ذهبت خلاص، أنا رحت. إيه اللي عرفني إن أنا الفعل walk منتهي بإي دي؟ ده in the past أو in the past form في صيغة الماضي. I walked to work today. ناخد مثال تاني. She arrived late to school، يعني هي وصلت متأخرة. شايفين الفعل arrived منتهي أصلاً بإي، ضفنا له دي عشان نكون منه الإيه؟ الباست فور. بعد كده عندي المثال I ate my lunch in the cafe. نلاحظ انه ate ده فعل irregular، يعني فعل غير قياسي او غير منتظم، ما بنضيفلهوش دي ولا اي دي، ولذلك يعني ازاي بنكون منه الماضي؟ بنحفظ وحفظ يعني. يعني المضارع بتاعه eat، الماضي بتاعه ate، تمام؟ هتقول لي اعرفه ازاي؟ تحفظه. بعد كده عندي مثال I saw
my friend in the shop. نفس القصة سو الفعل الماضي من سي وده فعل irregular. يبقى كل الأزمنة دي in the past form. دي الايه الأمثلة عليه. عندي ملحوظة هنا اللي احنا تكلمنا عنها، خلي بالك مش كل الأفعال منتظمة يعني نضيف لها دي أو اي دي، لا في أفعال بنسميها irregular verbs اللي هي الأفعال الغير منتظمة. يعني زي الفعل eat ده الـ present، الباست منه eat. الباست participle التصريف الثالث eaten اللي احنا نستخدمه بعدين في الأزمنة التامة. ده بشكل بسيط جدا ومبسط past simple. يلا بينا نكمل ونشوف الزمن التاني. بعد كده عندنا الباست perfect اللي هو الماضي التام وليس بسيط، وطالما تام يبقى تتدخل فيه أفعال ناقصة عشان أو أفعال مساعدة عشان نكون هذا الزمن. تعالوا نشوف بنستخدم هذا الزمن ليدل عليه. بيقول لي when do we use past perfect tense؟ يا ترى إمتى بنستخدم الماضي التام ده اسمه past perfect؟ إمتى بنستخدمه؟ سهلة جدا، بيقول لي the past perfect takes place يعني يحدث أو يقع before another past action قبل حدث تاني في الماضي. دايما لما بيكونوا في حدثين حدثوا مع بعض لازم في واحد يكون سبق التاني. الفعل أو الحدث اللي سبق التاني ده دايما بنحطه في صيغة إيه؟ past perfect اللي هو الماضي الايه التام عشان اقول مين اللي حدث ايه اولا. تعالوا ناخد بعد كده الاستراكشر التركيبه. بتكون من subject الفاعل زائد had اللي هي الباست من have had زائد verb في ايه في التصريف الثالث اللي هو الباست participle التصريف الثالث. طيب ناخد امثله على كده. the train had left، شايفين the train ده اللي هو subject، had left had زائد التصريف الثالث من leave اللي هو ايه left. the train had left when I arrived at the station. وهنا في حدثين اللي هو مغادرة القطار ووصولي إلى المحطة، ولكن عشان أوضح إنه القطار غادر أولا حطيته في زمن ايه ال past perfect الماضي التام، بقول the train had left when I arrived at the station. أعرف من الجملة دي إني أنا ما حصلتش القطار أو القطار فاتني وخلاص استنى القطار اللي بعدي. ناخد مثال تاني. She had left the room when the police arrived. يبقى في حدثين، وصول الشرطة ومغادرتها هي، يبقى هي غادرت يعني الشرطة جت ما لقيتهاش، لأن الحدث الأولا had left. She had left the room when the police arrived. آخر حاجة بعد كده I had put the washing out when it started to rain. يعني أنا جمعت الغسيل لما بدأت تمطر، أول ما بدأت تمطر بدأت إيه؟ I had put the washing out when it started to rain. دي الأمثلة على الماضي التام. طيب بعد كده هنشوف الـ past continuous اللي هو الماضي المستمر. الماضي المستمر. بنتكلم عن ايه في الماضي المستمر؟ خلي بالك في الماضي المستمر the past continuous واللي احنا بنسميه ايضا progressive، بنسميه progressive يعني ليه اسمين، progressive يعني متطور او continuous يعني مستمر، is a verb tense زمن which is used to show that بيوضح لي ايه an ongoing past action يعني حدث كان مستمر في الماضي at a specific moment في لحظة حدث فيها interruption. interruption يعني تقاطع، يعني في حدث تاني قطع هذا الفعل الايه المستمر. or the two ongoing actions أو الحد أو حدثين مستمرين مع بعضهم happening at the same time. يبقى الـ past continuous ده بستخدمه يا إما حدث كان مستمر وقطع حدث تاني، تم قطع هذا الحدث، أو حدثين مستمرين فين في الماضي. تعالوا نشوفوا ستراكتشر التركيبة بتاعته. هنا السبجكت الفاعل سواء اسم أو ضمير زائد was أو were زائد الفعل مضاف له ing. هتسألني إمتى أستخدم was وإمتى أستخدم were، ده اللي هنقوله في عرض هذا الحدث. أوكي example ناخد أمثلة. I was watching TV when she called. I was watching TV. هلاقي الحدث المستمر كان مشاهدة التلفزيون، ده اللي هو اللي بنسميه الايه ongoing past action. تمام؟ was happening اهو اللي انا كنت بشاهد التلفزيون. طب وايه هو الحدث اللي حصل ايه interruption عمل تقاطع اللي هو she called هي اتصلت.
تمام، بحدث كان مستمر في الماضي وحدث قطعه الثاني. عندي when the phone rang، لما رن التليفون she was writing a letter، يعني كانت هي مستمرة في كتابة الرسالة لما قطعها الحدث الثاني وهو إيه the phone rang. المثال اللي بعد كده they were eating for us، sorry they were waiting for us when we got off the plane، هم كانوا في انتظارنا لما احنا نزلنا من الايه من الطائره. الملحوظه اللي عايز اقولها، مين بياخد was ومين بياخد where من الافعال من الفاعل subject؟ عندي I she he it بتاخد ايه was، خلي بالك بقول I was she was he was it was، اما مع we و they و you اسم جمع بناخد ايه where. خلي بالكم من هذه الملحوظه. نكمل مع بعض. بعد كده عندنا آخر زمن يندرج تحت الباست تنس اللي هو past perfect continuous، يعني ماضي تام مستمر. بنستخدمه في إيه؟ بيقول لي this tense، هذا الزمن is used to describe an action، بيوصف لي برضو حدث that started in the past، بدأ في الماضي and continued واستمر till another action or time in the past، لغاية ما حدث فعل تاني أو حدث تاني. التركيبة بتاعته سهلة جدا، كل اللي أنت تعمله زي الماضي الماضي التام، بس هنزود been زائد AING للفعل، مش هنقول الباست بارتيسيبل. يبقى subject plus had been plus verb and ING. ناخد أمثلة. They had been talking for over an hour before Tony arrived. هم كانوا مستمرين في الكلام لمدة تزيد عن الساعة عندما وصل مين توني. يبقى الحدث الأولاني they had been talking، كان هم ايه هنا الأكشن ايه مستمر يعني continued لغاية ما حصلت حاجة تانية انه توني ايه arrived. مثال تاني how long had you been waiting to get on the bus، انا بسأله انت كم من الوقت استغرقت حتى تصعد على الأوتوبيس. آخر حاجة Mike wanted to sit down because he had been standing all day at work. هو بحاجة إنه يجلس لأنه كان واقف إيه طول الإيه النهار. كده بعد ما شرحنا وخلصنا الباست بيرفكت كونتينوس، يبقى إحنا غطينا مع بعض زمن الباست تنس، وإن شاء الله نستكمل وإياكم آخر حاجة اللي هي فيوتشر تنس، إزاي نعبر عن أزمنة المستقبل وإيه اللي يندرج تحتها من الأزمنة المختلفة. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، وأي حضراتكم عندكم أي تعليقات يا ريت تشرفونا بكتابتها في التعليقات. شكرا لحضراتكم واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.